بالمصطفى سيدنا وشفينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وحبابه أجمعين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالديهم وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء وليحكي أداء وأتي وسيلة الفليلة والمقام المحمود الذي وأتى واجزينا ما هو له واجزينا أفلل ما جازيت نبيا قومه ورسول أمتي وصلي على جميع إخوانهم النبيين المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا ارحم الراحمين واصلح ازواجنا واولادنا واهوالنا في الدنيا ويوم الدين ادنى ما علمت وادنى ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحق اداء واتي وسيلة والفليلة والمقام المحمود الذي واتى واجزينا ما هو له واجزينا أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسول أمته وصلي على جميع إخوان من نبينا المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين وأصلح أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أنت ما علمت وأنت ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحق أداء واعطي وسيلة والفليلة والمقام المحمود الذي واتى واجزينا ما هو له واجزينا أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسول أمته وصلي على جميع إخوانه نبينا المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين واصلح أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أنت ما علمت وزدت ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحق أداء واتي وسيلة والفليلة والمقام المحمود الذي واتى واجزينا ما هو له واجزينا أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسول أمتي وصلي على جميع إخوان نبينا المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين وأصلح أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أنت ما علمت وأنت ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحق أداء
واطي وسرت والفليلة والمقام المحمود الذي بات وزينا ما وله وزينا أفضل ما جازيت نبي قومه ورسول أمته وصلي على جميع إخوان من نبينا المرسلين وصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين وأصلي أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أذن ما علمت بذرة ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحق أداء واتي وسيلة والفليلة والمقام المحمود الذي واتى وزينا ما وله وزينا أفضل ما جازيت نبي قومه ورسول أمتي وصلي على جميع أحوال من نبينا مرسلين وصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين وأصلي أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أذل ما علمت بذل ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحق أداء واتهم وسيلة والفليلة والمقام المحمود الذي واتى وزينا ما هو له وزينا أفضل ما جازيت نبي قومه ورسول أمتي وصلي على جميع أحوال من نبينا المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين وأصلي أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أذل ما علمت بذل ما علمت ومن ما علمت يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى آله وصحبه أمتي وسلم في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفيين المجتبين الصديقين الشهيدين شريفين شفيين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين عوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها واتيما من الرضوان حتى تليما وجزيما اللهم أفلل ما جازيت بي أبا ومن ولديما جزاء بقدر ومتزاتك في كل وقت وهين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين وأصلي أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أذل ما علمت بذل ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى آله وصحبه أمتي وسلم في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفين المجتبين الصديقين الشهيدين شريفين شفيعين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين يوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها واتيما من الرضوان حتى تليما وجزيما اللهم أفضل ما جازيت بي أبوهما ولديما جزا بقدر علمت ذاتك في كل وقت وين وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين واصلي أزواجنا وأولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين أذل ما علمت بذل ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى آله وصحبه أمتي وسلم في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفين المجتبين الصديقين الشهيدين شريفين شفيعين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين يوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها واتيما من الرضوان حتى تليما وجزيما اللهم أفضل ما جازيت بي أبوهما ولديما جزاء بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وين
ورحم والدينا ماهم يا ارحم الراحمين واصل ازواجنا واولادنا واهوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وجد ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى اله وصحبه امتي وسلم في كل لمة ونفس بهذه كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفيين المصطفيين الصديقين الشهيدين شريفين شفيين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين يوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها فاطمة من الرضوان حتى تليما وجزيما اللهم افلل ما جازيت به ابا وما ولديما جزا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وهين وارحم والدينا ماهم يا ارحم الراحمين واصل ازواجنا واولادنا واهوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وجن ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى اله وصحبه امتي وسلم في كل لمة ونفس بهذه كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفيين المجتبيين الصديقين الشهيدين شريفين شفيين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين يوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها واتيما من الرضوان حتى تليما وجزيما اللهم افلل ما جازيت بيا بوما ولديما جزا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وهين وارحم والدينا ماهم يا ارحم الراحمين واصل ازواجنا واولادنا واهوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وجد ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى اله وصحبه امتي وسلم في كل لمة ونفس بهذه كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفيين المجتبيين الصديقين الشهيدين شريفين شفيين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين يوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى وسيدنا آمنة رضي الله تعالى عنها واتيما من الرضوان حتى تليما جزيما اللهم افلل ما جازيت به ابوه من ولديما جزاء بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وهين وارحم والدينا ماهم يا ارحم الراحمين واصل ازواجنا واولادنا واهوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وجنت ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى اله وصحبه امتي وسلم في كل لمة ونفس بهذه كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفيين المجتبيين الصديقين الشهيدين شريفين شفيين نفيسين نصيرين روفين رحيمين كتبين يوزين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها واتيما من الرضوان حتى تليما وجزيما اللهم افلل ما جازيت به ابوه من ولديما جزاء بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وهين وارحم والدينا ماهم يا ارحم الراحمين واصل ازواجنا واولادنا واهوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وجد ما علمت ومن ما علمت والحمد لله رب العالمين.